نرجع مالك مالك خدهم وهرب على بره، المفروض في رياكشن على الاستاذ وده حق البنك، لكن قدرت والحمد لله ان اثبت في المحكمه اني بريء وما تعمدتش ان اهدر استثمار الدوله. اتفضل يلا 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 فور فور 3 2 ايه ده هو يا شباب بجوع بنسجل 1 مش كان انت هتطلع مين من العملاء البنك اللي بتشتغل فيه قرض كبير 10 مليون كان مهرب على بره وضاع حق البنك، لكن قدرته الحمد لله نبذ في المحكمه دي. بعد الرياكشن هناخد بعد الرياكشن مش خدت رياكشن يا نبذ في المحكمه دي. كانت رياكشن؟ اه طيب تعالى بقى اوكي وما تعمدتش ان اقدر اتنقل الدوله، اصل المحامي اللي كان معايا شاطر قوي والمحكمه برئتني، لكن ما كنتش بتكلم. كمل كمل نعمل تيست كيو تيست كيو تيست كيو لكن قدرت الحمد لله نزل في المحكمه البريئه. عمتش شغل الناس كده محمد معاه شغل يلا هو ده بالظبط اتفضل شادو استعدادي ايوه في شادو ايه ماشي ماشي هات لي كاشه. لا ده رئيس مجلس اداره اصل المحامي اللي كان معايا شاطر قوي والمحكمه برئتني، لكن رئيس مجلس اداره البنك اجبرنا عليه. ماشي يا مراد على حسب كارت الميموري تحت امر حضرتك سجل ماشي كله نخرج فين نخرج فين كمان.